طلعتي ولا نزلتي انت بتضلي خدامه، وما بيصير ترفعي صوتك على اسيادك. انت بتعرفي تماما انه الغلطه معي كفره. يا شو عم تحكي يا اميره؟ اميره وليه؟ تعي لهون. شو طرشانه؟ تعي لهون لشوف. انا كم مره قلت لك ما بيصير تدي بوش في رزقه؟ وحياة الله ما رديت بوشها، ما حكيت شي. لك يخرب بيتك شو كذابة، ولي على عيونك، لك فوق محاوينك عنا بالبيت ولسه بتكذبي. لك كذابة يا مو كذابة. يا ستي ام انس، فيروز قالت لي سخن لها اكل، وانا كنت عم بجلي الطناجر مثل ما امرتيني، قلت لها اسكبي اكل لحالك، الاكل مثل النار، شو بكون غلطت؟ ولي على عيونك. لك نحن عم نعطيكي مصاري مشان انت تخدمينا، مو نحن نخدمك. ولا حبيبتي بتحبي انا سخن لك الطبخه وجيب لك اياها لعندك، شو رايك؟ اسمعي وليه، انا ما بدي اسمع منك ولا حرف مو منيح بهذا البيت. ولك ايه ما بكفي ام مردحه، لا رجال ولا رؤوب. ايه والله والله اللي صحح لك مو صحح لحدا غيرك. امرك يا خانم امرك. يلا نقلعي روحي كفي شغلك. حاضر. يلا نقلعي. لعنة على هالعالم، لك شو ما عملتي ما بيبين معهم، تعالوا اكالين نكارين، شو هاد؟ طولي بالك يا ما طولي بالك. ما انا محرزة تعصبي مشانا. لك المشكلة إن هي نظيفة ونشيطة وحركة، يعني حاملة حمل كبير عني. إيه والله، أنتِ متخيلة هالبيت كله بدونها؟ إيه والله لا يمشي هالبيت. هي نايمة هون؟ إيه لك نايمة، منتركها ساعتين منرجع منلاقيها متمرتحة بالبيت على كيفها. ولك أميرة؟ أمي وليه؟ أمي! أميرة! وليش رنة نايمة؟ إيه طبعاً نايمة، تاركة شغل البيت ومدفوسة نايمة، نومة أهل الكهف إن شاء الله. والله يا ستي مو بإيدي، تعبت كتير، حتى ليكي مشتغلة كل البيت ومخلصته، جيت لأرتاح شوي قام غفلت بدون ما أحس. لك أنتِ رح تجننيني أنتِ؟ ولك انا جايبتك لبيتي لحتى تنامي وتندفسي؟ يا ستي مشان الله ترقفي بحالي، والله العظيم تعبت منكم ومن طلباتكم اللي ما بتخلص، ما في غير بشتغل بشتغل وما في كلمه حلوه ويسلموا ايديكي. ايه الله لا يسلم فيكي ولا عظمه. تعي لهون وليه؟ لك كنت تردي جواب بوشي، هلا صرتي تردي جواب بوش امي. شايفه يا مو قلت لك، لك لا تعطيها وش لهي الخدامه، ما كنت تردي علي. شو أميرة خانم؟ بتحبي نترك لك البيت ونطلع منه مشان تقعدي وترتاحي وتنامي يا بعدين؟ استغفر الله العظيم يا خانم، أنا والله ما بعتبرك غير مثل أمي. ولك ما فشرتي، أنا أكون أم لوحدة مثل حكايتك، لك العين تطرقك إن شاء الله. إيه خلصنا بقى، حاس حاس. عم تعيطي بوشي؟ عم تعيطي علي؟ لك إيه بدي صرخ وبدي عيط وخلي كل الحارة تسمع. لك حاج بقى، حرام عليكي نقفي بحالتي طول نهاري وانا واقفه على رجلي وعم خدم فيكن، واذا ما في شغل بتخترعوا لي الشغل وعلى طلبات 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 وما بسمع كلمه حلوه. قالك انا شو مساويت لكم؟ اسمعي ليه؟ اسمعي ولا كلمه، تنقلعي من البيت هلا وفورا. وليه فاجره؟ سمعتي شو قالت لك امي؟ يلا انقلعي من هون انقلعي. انا ما الي مطرح روح علي يا خانم، وبوس ايدك. مشكلتي انا بدي اياكي تنقلعي من بيتي. لك لوين بدي انقلع؟ نام بالزقاق يعني؟ انت شوفي، اطلعتي ولا نزلتي انت بتضلي خدامه، وما بيصير ترفعي صوتك على اسيادك. انت بتعرفي تماما انه الغلطه معي كفره، والله قسما عظما اذا ما بتطلعي من هالبيت لاجيب لك الدرك. يلا انقلعي انقلعي. عم شو هاد؟ شو هاد؟ طولي بالك يا مو، هي قوية وقارحة كتير. لا ما طولي بالك، ما بيمشي العطف معهم ابدا. قلت لك يا ربي ليش عم يصير فيني هيك؟ انا شو ساويت؟ لوين بدي روح؟ بنتي شو عم تعملي لوحدك هيك بهالشارع قاعدة؟ ما في شي يا خانم، ما في شي. أنا وين شايفتك؟ أيوة لك مو أنت الحويسة بتشتغل عند بيت أم أنس؟
أنا بذاتها يا خانم. أنا محاسن خانم، مرته للمرحوم الزعيم. شو شكلك تركت الشغل عند أم أناس؟ ستي أم أناس قلعتني ورمتني بالشارع وسكرت الباب بوشي، مع أنها بتعرف أنه أنا ما إلي حدا ولا في مطرح روح علي، بس ما قبلت تخليني عندها. لهيك أنا بالزقاق يا خان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف إلا قلب تعمل فيكي هيك؟ يخرب بيتها، مو معقولة. طيب تعالي روحي معي على البيت. تعي حبيبتي. لا يا خانم، مشان الله أنا ما بدي أرجع لعندها، أنا بموت وما برجع لعندها. لا تقبريني، باخذك لعندي أنا على البيت، أنا ما عندي حدا بالبيت، لا ولد ولا تلد، وجوزي الله يرحمه. تعي لا تخافي، تعي. بس يا خانم. تعي معي، امشي 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 حبيبتي، امشي امشي. تعي. أهلين يا أمو. يا أمو، الحمد لله على السلامة يا رب. اشتقت لك والله، اشتقت لك يا أمو. أنا بالأكثر يا أمو، والله اشتقت لك. أنا في روزي حبيبي. شلونك يا أختي؟ طمنيني عنك. خلاص يا أمو، دخيل رب الشام وتراب الشام وهوا الشام، أنا قررت أقعد هون وما عاد سافر. كل شيء ضل على حاله، بس خبرني شلون شغلك؟ الحمد لله يا أمو. رضا، رضا من عند رب العالمين. صار معي مصاري كثير وقررت أشتري دكاني. إن شاء الله ألف مبروك تقبر قلبي. يبارك بعمرك يا أمو. يعني كمان بدي منك هيك، يعني تشوفي لنا وحده هيك بنت حلال. شو؟ قررت تتجوز؟ لك اعتمدت؟ ايه يا ماما، كبرنا يعني بعدين بدك تشوف اولادنا. ايه وحياه عيونك، لدور لك على عروس حلوه وبنت عيله. لك انت بتستاهل، بتستاهل. خلي لي اياك يا ماما. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خذوني معكم. تعال. من هلا ورايح تقبريني بتنسي كل شيء اسمه شقه وتعتير. هلأ بتعتبري حالك صرتي وحدة تانية هون بهالبيت. رح عززك وأكرمك ودللك ورح نسيكي كل هالوجع اللي مرق عليكي. بس بلا مؤاخذة يا خانو، يعني شو المقابل لكل شي رح تعملي لي إياه؟ مقابل؟ المقابل يا أميرة إنك قاعدة معي بهالبيت وعم تونسيني. شايفة هالبيت وكلياته وكبره وكل هالذهب اللي عندي وهالمصاري، والله كله مو بعيني. دائما بصلي هيك لرب العالمين، لو الله هيك بعت لي ولد تسلى فيه وربيه وشوفه قدام عين عمي كبار. بس الله ما بعت لي ولا رزقني، الحمد لله. شو نفع الذهب يا أميرة؟ ولا شيء، والله ولا شيء. ليكني كل مالي عم أكبر، ولا عندي ولد ولا عندي حدا، وهالمصاري كلها عم تروح هيك كيف ووين ما بعرف. والله الظاهر يا خانم ما في حدا مرتاح بهالدنيا. اي والله ما في حدا، هموم الناس كتير. بس يا خانم إذا بدك يعني ضل قاعدة هون عندك بالبيت، بدك تتركي كل شغل البيت علي، طبخ ونفخ وتعزيل وكل شيء، أنت بس بتعدي وبتتدللي. لك الله يرضى عليكي. ومن بعد إذنك بدي أطلب منك طلب صغير، يا ريت ما تخجليني. خير إن شاء الله. بدي منك ما حدا يدري إني قاعدة عندك هون، وتحديداً أم أناس. أوف أوف أوف، معقولة لساتك لهلأ خايفة من أم أناس؟ لا لا مالي خايفة، بس هيك أحسن. طيب مثل ما بدك. منيحة؟ لك الله يخلي لي اياك يا رب. حبيبة قلبي، طيب شو رأيك تقومي تسخني لنا أكل ناكل سوا؟ إيه من عيوني فورا. يلا تقبريني. الحمد لله، الله رزقني أحلى بنت. يا مو البسي دغري كرمال النبي. لك شوفي والله أصف وركبي. يا مو ما في شيء، بس لقيتها، لقيت البنت اللي عجبتني. بنت؟ أي بنت؟ يا مو بنت شفتها ببيت الزعيم. بيت الزعيم؟ يعني عند محاسن خانم؟ ايه يا مو، مرت الزعيم مرت لعندي على الدكان امبارح وقطعت من عندي طوب قماش، قالت لي وصل لي هون على البيت، انا ما كذبت خبر، رحت لعندها على البيت دقيت الباب، قام طلعت لي بنت مثل القمر يا مو، مثل القمر يا مو. وانت شفتها يا مو؟ بالصدفه يا مو بالصدفه، بس البنت كثير ادميه دغري تغطيت. بس شو يا مو، شو بنت؟ تقولي بناك ونازله من السماء. بيت محاسن خانم؟ معناتها هي قرايبتها. تعرف وإن شاء الله تكون من بيت الأخوات، لأنه هدول عيلة، وإذا الله رضيانا عليك أنت بتصير من نصيبك. ليش يا مو؟ لك هدول بيت الأخوات معهم مصاري وذهب كثير. أيوه لك قومي يا مو، قومي 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 البسي وروحي دقي الحديد وحامي، قومي. إيه يا مو لا تاكل هم، ما بيصير إلا اللي على خاطرك. خلينا ياكي. تقبر قلبي إن شاء الله. يلا يا مو قومي. إيه شو معك دقيقة؟ ايوه والله وناشد معك،
بنت حلوة ومن بيت الأخوات، ليش لا؟ إيه ما قلتي لي شو سبب هالزيارة الكريمة يا ست أم أناس؟ أنت دايماً بالبال، بصراحة اشتقت لك. بس هيك؟ شو بك يا مو؟ قلي لها الحقيقة، قلي لها. خلصت. خلصت. شو الحقيقة يا أم أناس؟ رح أحكي لك كل شيء. تفضلي. امبارح رحتي لعند ابني وقطعتي قماش، صح؟ صح. واليوم بعت لي قطعة القماش وصل لي إياها على البيت. لما إجا ابني ودق الباب، فتحت له صبية حلوة كثير. وأنت بتعرفي إنه ابني على وش خطبة وجواز. إجا لعندي على البيت وقال لي يا مو روحي شوفي لي إياها لهالبنت. ست محاسن خانم، مالي شايبتها للصبية؟ وينها؟ بتقربك شي؟ بس هالبنت مهرة غالي كتير يا أم أنس، وما بفرط فيها كيف من كان. المهر اللي بتطلبيه حاضر، نحن بكفينا عم ناخد بنت أغوات وبنت عالم وناس. والله والله لما بدها تكون عندي ويصير اسمه ونصيب رح أخذ ما برموش عيوني. يا بنتي جيبي القهوة وتع ضيف الزوار. تعي تقبلين. تفضلي يا خانم. يسلمون حبيبتي. انتي شو جابك لهون؟ يا خانم شو عم تعمل عندك؟ أميرة صارت بنتي يا أم أنس. شبك؟ دنيا صغيرة كتير مو هيك؟ ليش ساكتة؟ مو هلأ كانت البنت طاير عقلك فيها وبدك تخدميها برموش عيوني؟ شو؟ أنا أخدمها لهي؟ هاي اللي قلعتيها من بيتك وانتي بتعرفي انه ما عندها لا مكان تروح عليه ولا بيت تلجأ له. هاي اللي عاملتيها بدون لا شفقة ولا رحمة، بس الله بعت لمين يعوضها كل المرار اللي دوقتيها اياه. هاي ببيتك كانت خدامة يا ست أم أنس، بس ببيت الأصول صارت أميرة.